لقد قدمت الدعوة الإسلامية نماذج فذة وضحت على الطريق الكثير الكثير عبر التاريخ، وكانت دماؤهم شعلة للأجيال من بعده. فإذا كان حسن البنا قد قتل في أكبر شوارع القاهرة في ميدان رمسيس، وقتل وقضي عليه في داخل غرفة العمليات ولم يصل عليه سوى 4 نساء، إلا أن دمه أحيا أجيالا في الأرض. أسس الدعوة يقينا رغم أسراب المحن، قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن. لا تسلني من بنى إنه البنا حسن، لا تسلني من بنى إنه البنا حسن. دماؤهم إنما هي النار التي تؤجج صدور الجيل الذي يسعى لإقامة دين الله من جديد. وعلى طريقهم من قبل كان القسام وسلامة، وكان العز بن عبد السلام وغيرهم، هؤلاء أناروا لنا شعلة لنحملها على طريق المبادئ والدعوات. كانت دماؤهم منارات للأجيال التي تريد أن تهتدي. لقد حدثتني حميدة قطب، قالت لي في 28 من آب سنة 1966 ناداني مدير السجن الحربي حمزة البسيوني وأطلعني على قرار الإعدام لسيد وهواش وعبد الفتاح إسماعيل، ثم قال لي معنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ، هي أن يعتذر فيخرج بعفو صحي، يخفف عنه الإعدام ويخرج بعد 6 أشهر بعفو صحي، وقتله خسارة للعالم أجمع. هيا اذهبي وراوديه لعله يعتذر. قالت فذهبت إليه، هي تحدثني فمن لأذن. فقلت لهم إن قلت له إنهم يقولون إذا اعتذرت سيخففون حكم الإعدام. فقال عن أي شيء أعتذر يا حميد؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، لكنني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. أي نفوس هذه التي صنعها الإيمان؟ أي قوة هذه؟ وأي ثبات وحبل المشنقة يلوح أمام ناظري يطمئن الأحياء على قدر الله وبقدره؟ فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخير.